مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي. تحية لكم ببدايتها وين ما كنتوا عم بتابعونا. بيخلصوا الطلاب من هم النومينيشن، بيدخلوا بهم جديد وهو التحضير للبرايم ومواجهة الجمهور مرة جديدة. لكن بكل حالات الطلاب بالأكاديمية بخوفهم وبفرحهم، نحن بالمرصاد لنقل كل أخبارهم. البداية مع عيد ميلاد هايدي يلي احتفل فيه الطلاب، والفانز كمان عبروا عن حبهم إلها. بشهوا شكلهم كتير مهضوم، ممنوع تلمسوا اي حاجه. احنا ما عندناش فانز والله. مش كيوت. حيكون عيد ميلاد الليله اسعاد الاعياد، هنوا ابو الفاصل. يلا على البلد هنا ابو الفاصل، حيكون عيد ميلاد الليله اسعاد الاعياد، هنوا ابو الفاصل. عقبال المية يا هايدي. هايدي عم تحتفل بعكس شانتال يلي عم بتعيش أسبوع صعب لأنها من الطلاب يلي بدائرة الخطر، فهل رح يقدر صديقة جوليان يعطيها معنويات؟ ألو ألو بوجور. ولك كيفك يا حلوة؟ منيحة، كيفك أنت حبيبي؟ تمام تمام أنا كمان، مرسي كتير. ما ترد على حدا، مين بجرب يكسر لك معنوياتك ما ترد عليه، شدي لحالك. والجمعة كلنا حديك، وعن جد عندك فانز يمكن ما تخيل قد صار عندك عالم. الو. ايه حبيبي. فوت حبيبي. ماشي الحال. على فكرة يعني انت هالأسبوع كتير حزن عندك. بحس بشعور كتير بشعور. بحس بشعور كتير بشعور. بحس انك وحدة وبالوحدة كلنا هيك، مشان تعمقنا في البروجرام
وفي ناس بنت على حقيقتها و يلا شنط يلا قومي اغسلي وشك ودوس عم دانس اوكي شنطي حبيبي شنطي في ايه زعلانه ليه زعلانه من ايه كلمت رفيقها جوليان قال لها ايه ما اعرفش بس خرجت تبكي قال لك ايه ماشي قال لك كل شيء حلو امال مالك ماشي انا حاسه بشيء كلش سالما ما بقدر طالع قلت لها وما انا بحس بهذا الشيء ما عاد انسي رافائيل وحنان عم بيدردشوا عن طبيعة علاقتهم بعد الأكاديمية، فهل رح تبقى الصداقة تجمعهم أم مشاغل الحياة رح تنسيهم بعد؟ طب حنان إذا نحن إذا هلا ظهرت من هون وسافرتي على بلدك وأنا بقيت تكلم في الحقيقة وصار في المنطق إيه عن جد وصار إنه أنا مثلا ما أقدر سافر أو ما يعني إنه ما عدنا شفنا بعض بس دلدنا بس ما عدنا شفنا بعض هتنتحر طبعاً شو بصير فيك؟ أي تنتحر يا حبيبي بس تفتح تشوف قد ايه عندها عالم بعد حتعرفني بس تعال تعملي بلوك تعملي بلوك على الانستا بلوك واتساب بلوك هيدا باي مين هيدا؟ شايفت له صورته شي محل انا فاكراها قبل كده وين تنكرني مزبوط بس شوف الصور تبع هالوين شوف منظري كيف لا اكيد ما بعرفه عن جد حسنا إذا بتظهري لو أنا قلت لك يا جماعة والله 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 اللي بغي تجوج ولا اللي بغي يبغيها هو هذا بغيوه وحق الله في عرب في قلت إنه إذا حد في بنت مش لاقي شاب صدوق يحبها لازم تلاقوا شخص مثل رافائيل لا سيدي على الكلام في شيء أكتر من هيك جاعدي يا جاعدي يا رجل بليز حتى لو بيعصب حتى لو بتشوفوه بيعصب أمران علي أو متخانق أنا وياه بس عن جد في مثل قلب بعرف شو؟ شو بس تضرب من هون دارك تعرفينه شرد انتو اكتر رح تكونوا مشغولين مني أكد لك يبقى عن جد ما حدا بيعرف شو ناطره مرة مش هلاك عم قلي انا يعني خلص ما بدي هعمل جهد دل احكيكي هيدا بس انا في حدا لشوفه بس انت لا انت رح تطلع رح تتصالح مع حبيبي تقني سمعنيش معه رافائيل احقلك قصته شوفي بده يطلع من هون بيتصالح مع رفيقته اللي بيحبها كتير قمنا عمل أكل قلت لي حيب أنا وقت أحكي منيح الحمد لله حنان كتير منيح وهلأ بدي أظهر مع رفيقتي لك هيدي لك هيدي مسلسل مكسيكي أنت رح تتغير؟ أنا لا حأتغير ما بعرف صراحة برافو بس أنا ما بحس أنا جد عم بحكي شو يعني؟ ما بحس رح أتغير بشو معك؟ بالأكاديمي أنا ما حأتغير معك؟ لا أكيد أنا متأكدة إنه رح يصير شيء بده يخليك تتغير معي بس أعطي اهتمام لحدا بس اهتم بحدا بالرغم إذا بحبه ولا لا ما بعرف أحكي أنا بحس إنه بس أعرف اهتم فيه ويشوف هو إنه أنا بعرف اهتم فيه هون أنا أنا هون برتاح وأنا هلأ بدي إياه هيدا بهالفترة من حياتي ما بدي يكون عندي هالشخص لي لأنه بس تصير مزبوط بتصير بشعة بخسر صدقين يعني هلأ أنا الدستانس بيني وبيني كتير مبسوط فيه وما بدي أكتر منك صدقيني صدقيني لا بكل مزم بكل صراحة يعني كيف اهتمامي فيك وخوف عليك وهيك كتير ما بدي لأنه أزعب أكتر من هيك مو عاول أخسرك وأنا هالشي المبدي يعني مبسوط بالمسافة بيني وبيني يعني اللي حطيتيها أنت وكتير حلوة يعني أنا بحس أنه لو كنت واحد لو كنت غير هيك معك كنت خسرتك بس هلأ هيدا الدور انه خاف عليك وبعتن همك تكون حدك وتكون بس هيك وبس كثير مبسوط عرفتي كيف حبيبه هذا عم خبرك اياه مسافه قبل البريك بذكركم انه بنتلقى رسائلكم عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وانستغرام بريك ومنرجع
منتابع اخبار الطلاب مع حصه جديده للرقص مع هادي عواده. ظهرك عم يوجعك بعرف. والله العظيم حقدك. والله العظيم ظريف. هاي. اوكي، اليوم ما حاشتغل ابدا لا نفس ولا ستريتشنج. رح نشتغل انا صار عندي بهيدي نحن برايم سيس، صار عندي مشكل انه وقت تطلعوا على المسرح ما حدا منكم عم يعرف يستخدم جسمه. يعني بادي لانجويج او ايدي او رجاري لحديت هلا اغلبيتكم ما عم يعرفوا يستخدموها. اوكي؟ رح اشتغل اليوم كلياته النهار ساعة ونص اللي أنا بشتغلها معكم، رح اشتغل على أغاني البرايم، هاشتغل على إحساسنا على الغنية، رح نشتغل على ما نعود نغني ونرقص الغنية، ورح نشتغل آي كونتاكت، يعني كون عم غني أنا كيف أعرف غني طول الوقت للكاميرا. ما نزل عيني عن الكاميرا، ما خاف من الكاميرا، أوكي؟ كيف بشتغل هذا الشيء وقت نكون عم نشتغل مع الشخص الثاني؟ رح بلش إكزرسيس إكزرسيس ومنكتشف كل اكزرسيس لشو بيساعدنا ومنخلصهم. ديل رح دور ميوزيك هلا، بدي اياكم تمشوا كلياتكم، بدي اياكم نفس الوقت تسمعوا هيدي الغنيه لانه بعد شو رح نشتغلها كابل. اوكي يلا ستاند باي. مش واحد واحد ولا كله مع بعض؟ كلكم مع بعضكم اكيد نضرب ببعض. اكزاكتلي هيدا الريسك. لازم تعرفي انك بدك تمشي على مهلك، لازم تحسي بالشخص اللي حدك بلا ما تشوفيه. واو. عم بوقف عم اهلي عم بوقف. ما تمشوا بلشوا مشوا عم اهلكم. اوكي لحط ايدي على ايد الشخص البوجه. اوكي عم زيد التراست بيناتكم، عم زيد التراست بين كل شخص وشخص. صوتي هو المسافه بين هذا الشخص وهذا الشخص، يعني عم نبعد عن بعضنا. كل ما بده يكبر مسافتنا بيناتنا بده هذا المحل يعبي صوت، كل ما عم بيقرب كل ما عم بيخف صوتي. دي تراي تو دو ات. 5 6 5 6 7 we go. انا وعم بعد لازم انا مغمض عيني اعرف شخص قد عم يبعد عني. Let's go. 5 6 7 5 6 7 we go. Thank you guys. Thank you. Good luck لليوم. Love you. I love you too. الدروس بالأكاديمية ما بتخلص. من بعد الرقص كانوا الطلاب على موعد مع حصة جديدة للغناء مع مدام ميري. صباح الخير. كيفنا اليوم؟ لك هالنغمة من كيفك مدام؟ كيفك عادي منيح؟ سيبتوتلي بس هيك شوي هيك نقدر نطلع. يسلموا. أول شيء أنا مثل أمكم وإلي حق أحكي البدية، لأنه الأم ما بتريد إلا الخير لابنها. بدي أسألكم سؤال، مين أهم شخصين بالعالم؟ أهم شخصين بحياة الإنسان تيكبر وينضج ويصير معروف بالعالم هو الام والاستاذ. والاستاذ ايه. هلا انتم لو ما هولي لازم تتذكروا
الاساتذه يلي علموكم انتم صغار يلي اسسوكم هول يصلوا لهم والله يوفقهم إيه لانه هن اهم ناس بالعالم. تحيه كثير كبيره لهم اكيد. طيب لما الاستاذ بيحكي كلمه مش معناتها جاي ضد التلميذ، مزبوط اما لا؟ مزبوط. ايه بده خير له، لانه نحن فتنا على الاكاديمي ستون اكاديمي، نحن عم نعلمهم مش بس عم نعلم فوكاليز وعم نعلم دانس وعم نعلم كمان شو اسمه تياتر ايتو وكله كل وكل شيء كل شيء ايه، وعم نعلم كمان للاخلاق وللتصرف للتصرفات ولي بون مانيير لو سافوار فيف. هيدي اذا واحد قالكم كلمه مش تاخذوها انه نحن ضدكم، بليز نحن موجودين تنصحح لكم لانه يمكن انتم مش قاشعين هالشغله غلط، بس نحن قاشعين غلط. اكبر منك بيوم افهم منك بسنه. الام بس تحكي كلمه بصور واحد يمكن بيعصب شوي الصبي اما البنت بيعصبه، بس بعدين شو بيروقه، بعدين بيرجع كل شيء محله. بليز ما بقى بدي لا نق، هيدي كتير مهمة، يلي بده ينق خلي يروح عبيته، نحنا ما عنا وقت للنق. هلأ اخدي وقتي انا، هلأ كنت مرقت شخص تبست قلكن شو لازم تعملوا، هاي ضرورية. بليز ما بقى بدنا نق، وما بقى بدنا هيدا احسن مني وانا احسن منه وهيدا هيك وهيدا هيك، هيدا كله نسوا الموضوع. في منافسة. فكروا كيف بدكم توصلوا. اذا اعطيناكم ملاحظة معناتها الملاحظة محلة، تنتبهوا بس لكم، بس كون انا عم بعلم حدا انتم بتنتبهوا كتير كيف شو عم بحكي وشو عم بصلح، لانه انتم قاعدين عم تتعلموا. عندكم الاكل بدكم تتبعوا على أكلكم، يلي ضعيف بده ياكل ويلي ناصح بده يضعف، يعني ما في كيف بدكم تصيروا ستار. هلا مش نحن بروجرام بس تاع صوتك بياخذ العقل وقف وغني، نحن لا شامل. نحن كل شيء عم نشتغل عليه، وبعدين عم يضحوا كثير الاساتذه. بليز خلص تفضل ابني. ثانك يو مدام بامر. اهلا وسهلا. نعم حكي شوي معك. ايوه كده مثلك انت. ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بمسابقات سي بي سي لتربحوا اكثر من سفره لبيروت. التفاصيل عبر www.cbc-eg.com. بريك صغير وبنرجع من بعده لاخبارنا. نرجع ليوميات الطلاب وتحديدا لدردشة جمعت بين مروان وحنان حول الجمال والموضوع جمال حنان. هلا انت بتشوفي حالك حلو بالشكل؟ انه كيف بتشوفي شكلك؟ سؤال، كيف بتشوفي شكلك؟ حلو؟ كثير راضي عن حالي. لو كمان انا سالتك شكلك كيف تشوفي؟ ايه. اليوم حاسالك كيف بتشوفي شكلك؟ شو أوكي. بتقولي؟ كثير. شو كثير؟ كثير حلو. عظيم، شخصيتك؟ شخصيتي كتير حلوة بس أوقات ليش بس في أشياء مش حلوة بشخصيتي أنا بقول. برافو عليك، حلوة صراحة حنان. كيف بتشوفي صوتك؟ كتير حلو بس بدي أكيد كتير أتعلم في كتير أشياء. ليه عطول عندك بس بصوتك؟ ليه عطول عندك بس بأجوبتك؟ كتير حلو؟ ما لازم يكون بس عندك بس لا كتير حلو، لو ما كان صوتي حلو ما كنت اجيت لهون. برافو عليك. ثاني شيء انا ما بقول انه صوتي حلو بس، قد ما يتعلم الانسان اكيد بده يتعلم كثير. برافو عليك. ناس بالجامعه عندهم دكتوراه ايه بياخذوا دكتوراه، بس اكيد العلم ما في حدود له بكل شيء، بس بالعلم يعني. بتعرفي بلشت حبك من هلا؟ انا كنت انا عن جد عم بحكيكم. انا عم بمزح معي؟ انا كيف يعني كيف كنت مفكرتني؟ ممكن لان انا بيعطيني فرصه احكي بمواضيع. بقول لك بلشت حبك هلا انه بلشت تشوف الحدا اللي مثقف، يعني انا كنت اخذ عنك فكره غير. بتعرفي 8 مليار يمكن بشوفوكي حلوه مثلا، انا برايي انا بنظري مثلا ما بشوفك حلوه. انت انت انت
رأيك بحترمه كثير. بس انت بدكي او تحترمي شو رأيك؟ بحترمه والله العظيم بحترمه. آدم حنان عم بتضحك شو بدك فيني؟ آدم حنان من المغرب. مان بتعرف شو بتحسها انه هي بدها تجرب تقول لك انه انا مقتنعة برأيك بس هي ولا واحد بال ما في واحد بالمية مقتنعة. مش مقتنعة بحترم. انت مش مقتنعة في فرق. ولا حتى بحسي بتحترم انت وتقول ميرسي وشكرا ورأيك على راسي وعيني وفي فرق انه تحترم رأيه كأنه بتحترم كأنه عن جد يعني عم يحكي. ليش انزعجتي هلا انت لما حكيتي هذا الشيء؟ انا صرت بنظري انا صرت هلا انا بهالجواب كثير تحليت بنظري يعني هلا صرت اشوفك احلى واحلى هلا كل ما تجاوبيني جواب حلو مثقف بصير بلاقيك احلى واحلى عن جد. انه كل شخص عنده ذوق مثلا انا بشوف انت مثلا ما بال انه احلى وحده بالاكاديمي كل حال ايه صح برافو هيك بدي اوصل لك انت وكيف بتشوف حالك غير العالم كيف بيشوفك برافو عليك عندك ثقه بحالك which is good which is good which is good انه عندك ثقه بحالك بس بدك تشتغلي على انك ما كثير توثقي بحالك احسن ما تفوتي بالحيط لا انا 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 هلا بهالمرحله بعرف شو بد بصراحة عم بحكيك شو حنان بعرف شو بدك إذا طلعت إنه مين فليت بضل في تعرف مش غلط برافو عليك والله مش غلط هذا بدي أسمعه أنا ما بدي أسمع إنه لا ليه بدي أطلع إنه مين شو عاملة إيه هيك بدك ممكن أطلع إنه مين كلنا بنغلط كلنا بني آدمين أنا قلت لها برأيي هايدي هي ملكة جمال العالم ما تزعلي حنان في حدا أحلى منك ما كنا عم نحكي عنا أنا عم كنت بتحكي عني بتحكي عن الدول شي بإيدي كنت بقول له ان انا راضيه عن نفسي قوي عارفه نفسي ان انا حلوه قوي ومفيش حد هيزي ثقتي خالص وانت محتاجه حد يقول لك الكلام ده حبيبه قلبي لا خصوصا بجمالي هي بتضل تسال هسه بتضل تسال اسئله والله ما سالت بتضل تسال بكره بحس السفر طلعت بوان سفاري بدها تسال العالم لو اجانب بدها تسال بدها تتاكد لا حبيبه لا يا حنان انا بعرف اسال عنه هو جمالي صراحه اي شيء فيه اسال عنه بس جمالي لا بس نقول لك خرح ما في من هي اجمل وحده في اكاديمية شو؟ شو انا برايي بنظري انا بنظري انا شنطال شيل المزح شيل المزح شيل المزح حبيبي شيل المزح انا بوسه اه والله بوسه قلت لي ما حد تغير بس تظهر من الاكاديمي ايه ما حد تغير بس تظهر من الاكاديمي انا كنت حلوه لك بصرت لا اختي اختي الله يلاك نشوفها احلى وحده في الاكاديمي تقارير وصور وأخبار حول الطلاب بتتابعوها مشاهدينا عبر www.starakarabia.com أما هلأ فرح نكتشف سبب خوف هايدي بالأكاديمية أنا واحدة من الناس حسني ماشي يعني بعرف أغني بحاول أكون دايماً أحسن بس حسني ما عنديش حاجة تانية أقدمها يعني بحس نفسي بجد ضعيفة في التمثيل في الأفكار مش قوية أنا كان يعني بحس اني هوصل لمطرح هيبقى كله بجد بتقدم وانا واقفه مكاني ورا قوي ومش عارفه اعمل حاجه انت اصلا مش ورا بقول لك في مطرح يعني ممكن يبقوا بمستواكي لكن إيه اكتر منك لا نسيم في يوم من الايام هيجي البرايم هيبقى مش كله قوي هيبقى كله فظيع انا ممكن بقى يبقى غير الغنى بقى وقفتي على المسرح طريقتي في المشي يعني شفت ايه لسه تحسين انت شفت كم واحد هاجمني عشان التابلو مدام بيتي واستاذ هادي عواضه وحتى استاذ هادي شراره كله وعلق لي على التابلو معرفش بس بحس نفسي مش مستريات التعلم بالنسبه للتمثيل والحاجات دي نفسك كله كلام جد هات التعلم يا رب بس يا رب والله يعني الواحد ماشي بنيته بجد نفسي ابقى اكتر على فكره نفسي اوصل لاي حاجه نفسي أبقى أكتر في الأكاديمية بس مش عارف أطلع نفسي من هالأزمة تعرف شو حلو شو البشع نسيم بالأكاديمية عن جد مش هتعرفها أنت مش أشياء جديدة الحلو أنه أنت عايش مع 13 والبشع أنه أنت لوحدك إذا نزلت على الإيفال معك واحد عظيم أوكي إذا هو قال منيح أنت ما قلت منيح أنت حتقشط مش هو بك تفكر بشغلة كل اللي عم تعمله نتيجة أعماله هو أنت نتيجة أعمالك هو أنت اللي بتعمله ما تفكر يعني ما تفكر الحق حدا حقه عليك أنت مش حق حدا إيه شو قلنا إحنا يا حبيبي طيب فحسن بحالك ما تقعد تندم حظك حسن بحالك هيدي هي قوانين اللعبة وكل أسبوع طالب أو طالبة رح يغادر الأكاديمية بريك صغير مشاهدينا ومنكمل من بعده أخبارنا
بعدكم عم بتتابعوا يوميات الطلاب. القصة بدأت بالمطبخ لتحضير طبق معكروني، لكن الموضوع تطور كتير وشوفوا شو صار. خلينا وياك بقى نقعد ناطرين. لازم تحط شوية زيت يا رافائيل. يا رافائيل تم بشؤونك رافائيل. يا ولا سخنة سخنة البسطة. ولا يلا يا بيلا تعال من البسطة يلا 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 سخنة سخنة سخنة. اطلع لي الدم يا صاحبي. لا اطلع لي الدم يا صاحبي. ليه ممكن يا جماعة سكت لازم سكت لازم مرت فيها كان عم يصرخ نسيم عايام إمهام عصب بده يشبقوا بشيء عم ينقزوا هي طلع فيها مي وسخنة وسخنة عمل ايه كبر حاله ميت إيهاب كبر حاله ميت عم اشترش حاله رجع حطها بده يشبقوا بشيء ما لقى شيء ليه أخذ معكرونة شوف مصعب هو قاعد معكرونة يا الله مش قادر اضحك بقى ستار اكاديمي 11 اي كيو ما في شيء ما في حدا طبيعي لم الباستا ما حدا طبيعي هتجيب الكعز لم الباستا انا عم فكر احط من هيدا ولا هيدا الصوص طيب كثير معه كل ده حط منه بس مش لا لا مش هنا لا لا ايه اه دي ايه اه اول مره بشوفها ان شاء الله ممكن اطلب منك طلب خلاص ممكن تسيبني بقى شوف شوف اه اه في اه بس 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 يلا حرك 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 مش متزقش من هنا من هنا ايه حرك من هنا بس يا روح اذا بتريد عباس على الغاز اذا بتريد هاشتاج عباس على الغاز ما بينغاز ليك عباس كمل حط هاي الصوص الخضراء اللي عندنا معكرونة هاشتاج عباس على الغاز ما بينغاز من طبق المعكرونة للحظات كمان فيها جنون وفرح هالمرة مع نسيم يلي قرر يجن بغرفة النوم أنا شايفة أشياء كثير عادي والله عليك شوف شوف سعد بدي اشتري بالخزانة جوا يلا حضر يلا مين بس لا توقعني كيف تحس انه كذاب؟ كذا كذاب يعني بدي كذب عايش تخيله كذاب عايش يا سومو كل رز بقى انت يا عم يا سيف يا حمار يا الله نسيم نسيم كيف ترفع انيس بتطلع حاجات من بقك ليه نسيم والله بديع بديع لا لزقوا لمحمد بتحل محمد بيقول لك شكله عباس عامل هيك عامل هيك لزق محمد لزق لزق بس عنده وعي وهدول نسيم كنترول ممكن نطفي النور عشان احنا نصحى الساعه 6 و كل سنه طيب كنترول فينا نطفي الضوء الله يحفظك الله يحفظك الله كنترول يا ريت نطفي النور عشان نصحى الساعه 6 بدل ما نسيم يقف قدام الكاميرات ويعمل لكم فضيحه انا قلت لكم تصبحوا على خير هعد لحد خمسة يا نسيم هيقف قدام واحد ده اللي بيتحكم في الضوء اثنين عليه ثلاثة أربعة خمسة نسيم اقف قدام الكاميرا بليز طفوا الضوء بليز طفوا الضوء الضوء بليز طفوا الضوء بليز طفوا الضوء بليز طفوا الضوء ما شاء الله بليز طفوا الضوء وانا كمان كده
بليز. خلص يا خلينا ننام. ما تنسوا مشاهدينا تدعموا الطلاب الثلاثة وتصوتوا لهم. حلقتنا انتهت، بدي أشكر متابعتكم وأنا بشوفكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. لقى الحبك كي كدب عليك قهرتونا ببغيني لبغيك في الأخر تقولوا تحد ما يستاهل وديما تقولوا الحب ماشي سهل في الأخر تقولوا تحد ما يستاهل وديما تقولوا الحب ماشي سهل سالي بطير أنا سالي بطير عايش بخير هاني والله كبير ترك سالي بطير أنا سالي بطير دابت هلا فراسك وفي الوالدين ترك كل شي في اللون كيكون زوين الكلام الحلو والقلب الحنين كل شي كيتبدل على حد متعود وعطي قيمة براسك ما تعطيها لقيك